مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أرتيماغ. غنمشيو في رحلة ممتعة غنقدموا لكم من خلالها باقة متنوعة من الأخبار والروبورتاجات الشيقة، أخبار غنقتحموا من خلالها عوالم الفن والفنانين المبهرة وغنكتشفوا مشاريعهم الفنية الرائعة الحالية والمستقبلية. خليكم معنا في هذه الرحلة. سعد المجرد كيواصل لفت الأنظار موسيقيا والإطلالات الجريئة والمبتكرة، بحيث كل مرة كيتميز بلوك جديد على مدى سنوات واعتمادات وإطلالات مختلفة الموضة، خصوصا بعد دخول مجال التصميم من خلال علامته التجارية SL. وفي الإعلان هذا الأسبوع لأغنيته الجديدة صفقة، العمل اللي غيكون بلون عربي شرقي من كلمات خالد فرناس وألحان ياسين نور. وعلى الرغم من الجدل إلى أن سعد المجرد كيظل واحد من أبرز الفنانين اللي كيهتم جمهوره المغربي والعربي بإطلالاته وأخباره. بعد ما تكلمنا في أرتيماغ في الحلقات السابقة على التعاون الفني ما بين ريدوان وريم فكري، تعلن على فيلم البطل والأغنية اللي مرافقة الفيلم اللي هي جوسوي الأرتيست اللي جيو ما بين نعمان بالعياشي وريم فكري، وتلاقينا بنعمان وسولناه حول الأغنية. أغنية الأرتيست هي من فيلم البطل اللي كان من إنتاج ريدوان، اللي عاد ماشي بزاف باش خرج، كنصحكم تمشيو تشوفوه. كذلك كان هذا التعاون هذا اللي جمعنا انا وريم يعني بفضل ديال نادر. الاغنيه ان شاء الله غادي تخرج قريبا، يمكن هذه الايامات هذه، وان شاء الله غادي تعجب الجمهور باذن الله، غادي تدخل كلمه. العام هذا كاين بزاف ديال لي سوربريز سورتو مع لي زارتيست ماروكان، لاول مره غادي نشتغل معاهم لي بيك ستار اللي عندنا في الوطن العربي كذلك، وعندي دي فيوتشرينغ اللي هما برا المغرب. هذا العام هذا ان شاء الله مختلف بزاف، غادي يكونوا دي تروك زوينين بزاف، اغاني جديده وحاسين اللي هو مبدل بزاف، كنوعدكم ان شاء الله. وفي بانوراما السينما والتلفزيون حديثنا عن الفيلم الكوميدي المنتظر زعزع، اللي كيعالج مجموعه من الاحداث الاجتماعيه واللي كيجمع ثله من نجوم المغاربه والثنائي الفني اللي حقق نجاح من خلال اعماله التلفزيه كريمه غيت واسامه بسطاوي، بحيث كتلعب كريمة دور جوديا وموسى الأسامة بسطوي اللي كيحاول كسب قلب جوديا، وكيستعان بزعزوع اللي كيلعب دور أسامة رمزي وفرجي زبير هلال وجوهر لمحمد باسو. الفيلم غيكون قريبا بالقاعات السينمائية من إخراج ربيع سجيد. زعزوع هو الحل. شكون زعزوع؟ عرفتي انتي وتخليني نسكنك ما يخص معايا حتى خير. شكون فيكم الاول اللي بغى يتعرس من ظهره؟ خرجتيني يا الحمار. حمار؟ انت خدام عندي ونعيط كيما بغيت الحمار. امر واخا كتصفقني ولكن طريف مسكين. دابا ها زكي معانا تشيتشي ولا مور؟ تشيتشي. قالت لك تشيتشي. كوثر صديق كنا عرفناها كأشهر وأصغر دي جي في شمال إفريقيا، وتميزها سواء بالإنتاجات الموسيقية أو اختلاف الأصناف الموسيقية اللي كتمزجها. وفي هذه السنة غتشارك في ملتقى فيزا فور ميوزيك في دورته جديدة ما بين 20 و 23 نوفمبر، وتلاقيناها وسولناها حول جديدها الفني والديو المنتظر مع نجم من نجوم. ألوغ عندي أن سون اللي غادي يخرج إن شاء الله لا سمين بروشين، سي اون ريبريز ديال غناوة حيت كتعجبني غناوة، وكيعجبني تو سكي ريبريز الكترو ديال غناوة، فيك ان هاد لو ستيل الكترو اي لي با انكور كوني في المغرب. اي ابري عندي ان اوتر جو بريبار ان البوم ديال ان البوم بوب افرو اللي غادي نخرجو ان شاء الله العام الجاي. في الالبوم ديالي الماجي عندي دو ديو ان شاء الله، دو ديو افيك دو شانتور معروفين ما نقدرش نقول. واحد المغنيه كانت معايا في ستوديو دوزام، كانت معايا هادشي اللي نقدر نقول. الثاني واحد الدري اللي فريمون تري تالونتيو وخص الناس يعرفوه. وما تنساوش انكم تشاركونا مقترحاتكم وتابعونا في منصاتنا الرقميه دائما على قناتكم تيلي بلوس. تيلي بلوس، تميز ومصداقيه.